بشرى سارة للمواطنين. الحكومة تصدر قرار بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع الحد الإعفاء الضريبي مرة أخرى. تفاصيل هذه القرارات كاملة نعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتنا. خلال الفترة الأخيرة تبذل الدولة المصرية جهوداً بالغة لمواجهة تلك التغيرات والتحديات التي فرضتها الحرب محلياً وعالمياً، خاصة في الأسعار بهدف توفير احتياجات مواطنيها. ومن جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع الحد الإعفاء الضريبي مرة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان. وأكد على أنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2024-2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة. قال أيضاً أثناء المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية بالأسكندرية إن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء. وإن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بعد العمل يتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعماً وتشجيعاً للصناعة والثروة الداجنة. أكد أيضاً على استمرارهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات. وبالفعل بدأت وزارة المالية في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يوماً يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة. كما أن هناك حافز استثمار بنسبة من 33-55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج وإخضاع السلع أو الخدمات التي تصدرها. وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت في زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، وأدت مكانة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضاً بنسبة 67%، كما أدت مكانة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية. أكد أيضاً على أن النظم الضريبية المميكنة تساعد في تسريع إجراءات الفحص الضريبي مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه بنظام الضريبة القطعية المبسطة. وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية لذلك، مشيرا إلى أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ 500,000 بنسبة التزام عالية انعكست في عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذي يقترب من 1,000,000 وثيقة حتى الآن. وأكد وزير المالية التزام وزارته بمواصلة العمل لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية والمواد البترولية والوقود ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية. حيث شهدت الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72 مليار دولار، منها سلع استراتيجية ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار. أما فيما يتعلق بالضرائب، قدمت وزارة المالية مشروع قرار لتمديد تحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 بهدف دعم الصناعة والثروة الداجنة. من جانبه قال الدكتور أحمد معيط الخبير الاقتصادي إن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية. وأكد أيضا أن الحكومة تسعى جاهدة لحل مشكلات المواطن وتشاركه بما يهدف إلى خلق حوار مجتمعي ووضع حلول وأفكار خارج الصندوق وسط التحديات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم. وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالتخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع التضخم عالميا بما يعود بالنفع عليه من خلال تحسن مستوى المعيشة للأسرة المصرية ورفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الدولة تتبع شعار المواطن أولا. وأوضح أيضا أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة يستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية. وفي نفس السياق قال خالد الشفعي الخبير الاقتصادي أن جميع المبادرات التي تقوم بها الدولة تستهدف حصول المواطن على جميع متطلباته بأسعار مناسبة والقضاء على رفع العناء عن المواطن في كل ربوع مصر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتحسين معيشة المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للجميع. وأكد أيضا أن الدولة تسعى لتلبية احتياجات المواطن المصري وتحقيق حياة كريمة وعدالة اجتماعية له من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، توفير السكن الملائم، تطوير البنية التحتية، وأن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في معدلات التضخم خاصة وعندما مصر تجمع بريكس لتبدأ المعاملات التجارية بالعملة المحلية بين مصر ودول التجمع بما يسهم في تحسن الاقتصاد. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا لمزيد من المتابعة والتغطيات، زوروا موقعنا الإلكتروني صدى البلد. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى لقاء جديد.